أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. يلا يلا يا بي سبتني يا مكان، الله يرضى عليك. يلا يا بي مسكيها منيح للسلمة، سبتيها لك أبي. يا حرا حريشك يا ابني، جيبش بطع معك لك، سبتيها منيح لك ما وصل معي انت وياها. وليك على فكرة الوحدة فيك نقاط، ما تصير لعيبة مثلي لازم تلعب كتير، مش ما بقلكم لازم تسووه لحتى تصيروا لعيبات مثليها. امي امي الله لا يوفقكم، كسر عصي كسر عصي. وليش ما عم بترد كمان؟ امي انا ما عم بصرخ لك، ليش ما عم بتردي؟ بدك ما تواخذيها تقبريني لانه ما سمعتك خير ان شاء الله. طبعا طبعا، شو بدك تسمعيني اذا التلفزيون وصلان اصواته لراس الحاره؟ المهم انا جوعانه امي. شو هاد؟ جوعانه؟ ورح من شوي لسه اكلنا، وين عم تروحي بالاكل؟ طيب ايش اعمل امي؟ اذا الصيف هو بجوع كثير. الصيف بجوع؟ لا تقبريني، لا تظلمي للصيف معك، لانه انت لا صيف ولا ربيع ولا خريف ولا شتا بفرق معك، 24 ساعة نازلة سف، ولك ما بتطلع حالك ولك شوفي حالك شلون صايرة، مثل العجل مقرش. امي اذا سمحتي 100 مرة قلت لك لا تقولي لي هاي الكلمة يا اختي، لا تقولي لي هاي الكلمة، انا مالي مقرش، انا جسمي سمباتيك. شو بعد؟ سمباتيك؟ بالله بغلبك معي، روحي هيك شوي لقدام المراية شوفي حالك شلون صايرة، روحي. ماشي ماشي يا ستي، انا جسمي هيك عجبني، انا الكرش عجبني يا اختي، الكرش اخر موضه، وجاهه ما تسمعي بالوجاهه، كرش وجاهه. هلا انا جوعانه، ايش بدي اكل؟ ولك العين تطرقك، انا مو من شوي سويت همبرجر ودي اكلتي حصتك. روحي لعندك، روحي على البراد امبارح وبعدها جاب معه شاورما وما اكلها، طلعيها من البراد سخنيه وعملي سندويشك اياه، وبس يجي وبعدها انا بحكي معه. لا هو الصراحه امي انا بعد ما اكلت حسيت حالي لسه جوعانه شوي، رحت طلعت الشاورما سخنتها واكلتها لحالي. يخرب بيتك، يعني انت لهلا اكلت 3 قطع همبرجر واكلت سندويش شاورما ولسه جوعانه؟ ايش اعمل امي؟ انا بني ادمه وبني ادمه لازم تاكل مشان تعيش، عشان يعني ما اكل يعني؟ ولك كلي كلي، حدا قال لك شيء ما تاكلي؟ بس مو هيك مجاعه. يخرب بيتك، روحي قال لك روحي افتحي البراد طالعي قطع همبرجر تبعات ابوكي وكليون، ابوكي هيك هيك اللي ما رح يتاخر برات البيت وعلى الاغلب رح يتعشى برا، روحي. والله ماني عارفه ايش بدي اقول لك، يعني هي الصراحه يعني انا بعد ما اكلت الشاورما طلعت حالي صحيت بطني شوي عم بتقرقع جوعانه شوي، رحت طلعت الهمبرجر لحالي سخنتهم واكلتهم كلهم. يخرب بيتك من حالك، ولك انت طبيعيه؟ انت طبيعيه ولا فيك شيء؟ يخرب بيتك، لك كل الاكل اللي اكلتيه وين رحتي فيه؟ لسه عم بتصيحي جوعانه؟ ايش اعمل لك يعني؟ اعطيكي قطعه همبرجر تبعاتي لسه ما اكلتوا تاكليهم عني يعني؟ الا امي مو لهالدرجه، ها؟ زودتيها يعني انت مو لهالدرجه، لا. يلا لعلك رايحه اخذ لي قيروت العصر. الواحد كويس ينام وهو ما متقل بالاكل، نوم خفيف يعني خفيف؟ ايه خفيف، روحي 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 نامي نوم خفيف. قال بعد كل الاكل اكلته لسه بدها تنام نوم خفيف، واذا النوم خفيف بذات نفسه طفش منك. يخرب بيتها من حالها، يخرب بيتها. والله انا جعت شيك جعت، اني اروح اكل احسن شيء. بعدين طلعت ارضك انت الثاني، اجل بسرعه. يخرب بيتك، ايش عم تعملي هيك؟ ما عم باكل شيء امي، ما عم باكل شيء. ولك شلون ما عم تعملي شيء؟ لا تقولي لي اكلتي قطعه همبرجر تبعاتي. شوي شوي، انا بفهمك انا بفهمك، الصراحه الصراحه انا هيك حسيت حالي لسه جوعانه كثير هيك وبدي اكل يعني، قلت حالي بدخل على المطبخ، ايش ما شفت بوتشي باكل، ايش ما لقيت شو ما من كان باكل، دخلت طلعت هيك لقيت على الزيق 3 قطع همبرجر من لحدا، قلت حالي اكيد امي ما بدها اياهم هون، رحت اكلت وطلعت هون كمان شوي لقيت طنجره فيها شويه رز وفريكه وفروج، قلت حالي بكبس فيهم معدتي شوي، رحت اكلت اكلتها كمان والله بس. عزيق لقيتيهم، عزيق لقيتيهم، شفتي حالك جوعانه لسه يخرب بيتك من حالك، تعي كلينا لنا، تعي كلينا لنا يخرب بيتك. وليك انت صرتي خطر على البيت، انت صرتي خطر على البيت، صار لازم واحد يدير باله منك، وطلعي حالك شو صرتي؟ صرتي مثل العجل ام كرش. 100 مره امي 100 مره قلت لك لا تقولي لي ام كرش، انا مالي ام كرش، سددي لي نفسي ها، سددي لي نفسي، كنت عم بفكر روح اعمل لي سندويشه شوكولاته اكلها كمان بطلت اكلها، ورايحه انام كمان عجبك؟ ولك منى عيني منى عيني اشوف نفسك مسدوده، ما كل ما بشوفك تمك شغال طحن طحن طحن
مثل المطاحن الصناعية. إلا أمي زودتيها شوي ها؟ يعني أنا لما بكون نايمة ما باكل على فكرة. لا ما معك حق، ما معك حق. لازم كمان أنت نايمة انطعميكي، لازم تكوني شغالة، ما تقفي طاول. خرب بيتك، أنا رايح أدخل لجوا ما تاكليني، والله احتمال تاكليني لأنه. هاي everybody، فقتوا؟ توقعتكم عملتوا أكل؟ هلا ما عملتوا أكل؟ ولك العالم بتفيق من نومه أول شي بتقول صباح الخير، الله يصبحكم بالخير. أنت بتفيق مباشرة عم بتفكري إيش بدك تاكلي، عم بتفكري بس وأنت نايمة إيش لازم تاكلي، ورح تطلعي لحالك شو صايرة بنت العجل، عجل عجل انكرش. أمي هي بتطبع عليها مثل جبانة ما بترد ميت، ملاحظة هالشي بقرة الضاحكة؟ كثير مهضوم انتهاء على فكرة. لو اشوفكم كل ما حدا بشوفني بقول لي امكرش امكرش امكرش، اذا زودتوها كثير ها. على فكره انا اخذت قراري وقررت اني اضعف، راح ابلش اعمل ريجيم ها. بالله شو والله بدها زلطوطه، بدها زلطوطه. ولك هذا احلى خبر بسمعه بحياتي كلياته، بلكي ترحمينا شوي من اكلك يا شيخه. بس انت متاكده انه من اليوم بدك تبلشي ريجيم؟ لانه اليوم طيبخه كبسه وبطاطا فروج انا ها. قول والله امي، قول والله. لا لا لا، انا برايي ناجل الريجيم لبكره لاني بموت على الكبسه والبطاطا فروج، رايح اكل منهم. ولك يخرب بيتك من حوالي، انا كنت عارفاني لا خرجك خرج ريجيم ولا خرج تضعفي. ولك تعي لهون يا بنت، وين رايحه؟ لسه ما عملت شيء، لسه بدي اعمل. ايه امي ما بقصر، هيك هيك ما بقى ريجيم، هلا بفطر وبستنى بعدين الكبسه والبطاطا فروج. امي انسي انسي، انا من قبل قايل لك ام كرش مستحيل تضعف، مستحيل. والله كنت عارفاني، والله كنت عارفاني اللي بغير عادته بتقص عادته. هذا الريجيم بدك تبلشي فيه من بكره؟ لا امي، بقى لنا شوية فروج باكله هلا، ومن بكره ان شاء الله بلش بالريجيم، من بكره ان شاء الله. بكره؟ لنشوف بكره، لنشوف بكره تبعك هذا ايمتى بده يجي، بسرعة خلصي والحين بدي اياكي ضروري، يلا. انت هون؟ لا امي ما عم بعمل شي. شبك ما عم تعمل شي، ما عم تعمل شي، واقف قدام البراد الطعيم قدام باب البراد. طعي طعي وعفيني بايدك، اللي بايدك طعي معي طعي. امي امي انا بدي اياكي هيكي، انا بفهمك، انا بفهمك يعني، بس ما تعصبي. ولك يخرب بيتك من حالك، هذا الدايت اللي عم تعمليه؟ امي ايش عامل؟ اذا انتم بتجيبوا اكلات مشاريب طيبه، نحن عم نجيب اكلات طيبه، نحن عم نجيب اكلات طيبه. خدوج طعي برا، اطلعي لبرا قبل ما يطفى عليك جناني ها، لبرا. ايش بك امي؟ هلا قطعتين بس. لا الظاهر انت الذوق ما راح ينفع معك طاوي، بدك تطلعي لبرا ولا اسهولك بالثانية. ليكني ها، ليكني ها، شوفي ها، رجعت لهون، رجعت الغراض كلياته لهون. انا اصلا ما بقى بدي اكل طاوي. نشتي لبرا، نشتي نشتي لبرا. ولك بقص ايدي من هون اذا ما هو سبب المجاعة بشمال افريقيا من وراكي، انا ما بعرف شيء. انا بعرف الحل معك، انت ما رح تعملي ريجيم غير ما اتصرف معك انا بقى. وين الهيد؟ مالي غير هالحل، اكهرب باب البراد، شو بدنا نكهربه؟ بننصف فيه شيء، نفتح بالعكس ونطالع الشوت بنشكه بالباب، بصير الباب بكهرب، عشان كل ما فكرت تيجي تفتح باب البراد الكهرب، ما في غير هالحل. وين الشريط؟ انزلوا بوشينكي يا صبايا، نزلونا بوشينكي، ويعليكم اذا بتفهموا تلعبوا. بتمرقت لكم، لا تتصرفوا بدون ما تقولوا لي. انا بطني عم بتقرقع، جوعانه. لا انا وعدت امي، انا وعدت امي اني ما رح اكل، رح اعمل ريجيم، ما رح حسسني بطول، ما رح حسسني. ما عم بحكي معكم، عم بحكي مع حالي، العبوا غلط ايش بدكم؟ لك جوعانه يا بلا، وعدت بلا بطيخ، انا جوعانه كثير، ما رح تحس اكيد، ما رح تحس. وأخيراً لسه عم يجي وبطيخ وأنا رايح أموت من الجوع، أكيد ما رح تحس. أم كرش وقعت بالفخ، البقرة الضحكة وقعت بالفخ تستاهل، عشان تاني مرة قال لك لا تاكلي يعني لا تاكلي. هلا خلي بلش الريجيم بقى. هيك بقى، هيك بقى عم تعمل، عم كهربي براد. الشايك ما بقى عامل ريجيم وبطلت بدي اضعف، وانا معي هذا كمان برد، وانا
وانا بفرجيكم.